الحظ. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: ترحيب باستكمال تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، والقوة الضاربة في شعبة المعلومات تواصل انتشارها في جبل محسن. إضراب عام تلبية لتوصية هيئة التنسيق النقابية، والجلسة التشريعية تقر قانون المياومين معدلا ما يعكس ارتياحهم. ثلاثة انفجارات في محيط جامعة القاهرة، ومقتل رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في واحد منها. وفي النشرة تتابعون: في الاقتصاد، تكريم السلام في العيد الخمسين لمصر في لبنان، وسط مشاركة نوابه المجدد والممدد لهم ورؤساء المصارف. وفي الرياضة، النجم يحتفظ بالمركز الثاني ضمن كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أهلا بكم. التشريع والأمن وما بينهما من تحرك مطلوبي، عناوين طبعت الحركة الداخلية اليوم لليوم الثاني على التوالي، وقد أضيفت إليها دعوة الرئيس ميشيل سليمان إلى انتخاب رئيس جمهورية قوي مكتمل الولاء للبنان. ففي ساحة النجم واصل النواب التصديق على المشاريع واقتراحات القوانين، وأبرز ما أقر هذا الصباح اقتراح قانون المياومين معدلا ما عكس ارتياحهم. توصل المياومين إلى حقوقهم قابلهم، وصلت هيئة التنسيق النقابية احتجاجاتها مطالبة بإقرار السلسلة في اللجان النيابية الجمعة تمهيدا للتصديق عليها في الجلسة التشريعية. ولكن قبل الدخول في تفاصيل هذه العناوين، نشير إلى أن 4 صواريخ سقطت بعد ظهر اليوم في بلدة اللبوة، مصدرها الجانب السوري، بتزامن مع تشييع مواطنة من آل جنبلاط. وذكرت المعلومات أن 3 منها سقطت بين الأحياء السكنية، ما أدى إلى مقتل عامل سوري، وقد تبنى ما يسمى لواء أحرار السنة في بعلبك إطلاق الصواريخ. وإلى طرابلس، حيث عاشت المدينة ولليوم الثاني على التوالي فرحة تنفيذ الخطة الأمنية. وللإطلاع على الأجواء في عاصمة الشمال ينضم إلينا من هناك مراسلنا ربيع شنطف. ربيع، هل اكتمل تنفيذ الخطة الأمنية، وما هي الأجواء التي ترافق هذه الخطة اكتمالها، والأجواء لديك من عاصمة الشمال؟ نعم، في الحقيقة يعني رازي، أنا في شارع سوريا هنا في باب التباني. طبعا هذا الشارع الذي لطالما تلقى القذائف والرصاص خلال المعارك السابقة. كما تشاهدين هناك حالة من الهدوء، وهناك حالة أيضا شاهدناها كان هنا في باب التباني أم في جبل محسن، حيث كنا قد زرنا تلك المنطقة قبل ساعات. هناك حالة من الفرح الممزوج بالترقب لدى جميع المواطنين. هناك زيارات وتبادل زيارات بين أصدقاء سابقين بين جبل محسن وباب التباني. هناك ترحيب كبير جدا بالخطة الأمنية للجيش اللبناني، وأيضا هناك يعني القوة الضاربة في شعبة المعلومات تتواجد في جبل محسن، وأيضا سير الدوريات هنا في باب التباني. أيضا أريد أن أؤكد أن المواطنون أن المواطنين جميعا يرحبون بالجيش اللبناني، وهم يساعدوه على إرساء الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها هنا في هذه المنطقة. طبعا هناك بعض المواطنين لديهم هواجس بضرورة إلقاء القبض على رفعت عيد الذي يتهمونه بتفجير مسجدي التقوى والسلام. يعني هناك آراء مختلفة بين هنا بين باب التباني وجبل محسن، ولكن الأجواء كلها إيجابية، وهناك شكر للحكومة، حكومة الرئيس سلام، وخصوصا للوزيرين وزيري الداخلية والدفاع لما قام به وما يقومان به لإرساء الأمن والاستقرار هنا في هذه المنطقة. أيضا يعني روزي، كنا كما ذكرت قد جلنا في جبل محسن وتحدثنا إلى بعض المواطنين، وأيضا جلنا هنا في باب التباني، وفي هذا التقرير سوف نشاهد سوية آراء المواطنين. الخطة الأمنية تفعل فعلها في طرابلس، الجيش اللبناني والقوى الأمنية في قلب التبانة وفي أعلى جبل محسن.
القوة الضاربة في شعبة المعلومات واصلت انتشارها لليوم الثاني في جبل محسن. مزيد من المداهمات والتوقيفات والإجراءات، المتاريس التي تراكمت وتكدست بعد 20 جولة من الاشتباكات والاقتتالات تمت إزالتها. العناصر الأمنية دخلت فجا إلى شارع سوريا الذي يفصل بين الجبل والتبانة، كما انتشرت على أوتوستراد طرابلس الدولي وأقامت حواجز ونقاط تفتيش بحثا عن مطلوبين، وأزالت الدشم والمتاريس قرب المسجد الناصري. الانتشار العسكري، وبحسب بيان قيادة الجيش، شمل أحياء البازار، باب التبانة، سوق الخضار وشارع سوريا، وتقوم وحدات الجيش بدهم منازل المطلوبين للعدالة. الله يخلينا لبعض، نحن كلنا جيران وأهلهم، كلنا قريبين والحمد لله مريض على خير ونحن الله يحمي، ونحن نتشكر كل واحد سهم بالصلحة طول عمرهم يطلعوا لعنا ونروح لعندهم. نحن يعني أهل أخوة، كل عمرنا نبيانين تحت عايشين تحت، ونحن منرحب بالخطة الأمنية اللي صارت، والجيش منكرر هذا الموضوع أنه هن أهلنا وأخواتنا. خطوط النار أطفئت، فتحت طريقا للحوار ولعودة الدفء بين أهل الجبل والتبانة الذين رحبوا بالخطوة آملين نهاية الكابوس الأمني في عاصمة الشمال. طبعا روزي، وبالتوازي مع الانتشار الأمني ومع المداهمات المستمرة في باب التبانة وفي جبل محسن، هناك أيضا لقاءات سياسية واتصالات سياسية عديدة من فعاليات المدينة ومن مشايخها. أيضا أريد أن أشير روزي أن وزير العدل أشرف ريفي وفي اتصال مع تلفزيون المستقبل كان قد رد على الحملات التي يتعرض لها، مشيرا إلى أن طرابلس هي أهم منه، وأنه يعمل لإرساء الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس وليس لإحراق المدينة كما يحاول البعض. على كل روزي، تفاصيل هذا اليوم الطويل سوف نوفيكم به في نشرة السابع ونصف ضمن تقرير مفصل. روزي، نعم، شكرا لك ربيع شنطف. وبالتزامن مع استكمال تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، سير الجيش دوريات راجلة ومؤللة في مختلف القرى والبلدات العكرية لا سيما الحدودية منها، مشددا المراقبة على المعابر غير الشرعية. حياتيا عم الإضراب اليوم الإدارات والمدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة تنفيذا لقرار هيئة التنسيق النقابية، وترافق الإضراب مع اعتصام في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. المدارس خالية تفتقد الطلاب، الأساتذة لم يحضروا، فاليوم إضراب. إضراب عم كافة المدارس الرسمية والخاصة وجميع الإدارات العامة في مختلف المناطق اللبنانية. استعيد عن يوم العمل باعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. برفع الأيدي صوت المعتصمون موافقين على توصيات هيئة التنسيق النقابية الداعية لمزيد من التصعيد في حال لم تخرج جلسة اللجان النيابية المشتركة الجمعة المقبل بنتائج إيجابية. الأسبوع القادم بعد الجمعة بدأت تقرر سلسلة الرتب والرواتب. احذروا غضبنا، سنكمل المسيرة. حذاري حذاري من ضرب الموظفين في قانون السلسلة. الطلاب دعموا أساتذتهم، وللإعلاميين كان حضور وكلمة. أعطوهم أيها المسؤولون حقوقهم من أجل أن نعود إلى المقاعد الدراسية. عيب عليكم يا مسؤولين، هيدا المبلغ اللي عم بياخده أنا انتو لخدامكم اللي عم بتقوم برفاهيتكم ما بيقبلوه. عناصر الدفاع المدني شاركوا مطالبين بتثبيتهم وقطعوا طريق الكولا لتحقيق مطالبهم مهددين بالتصعيد. أنا نازل على البحر أول نهار بدي اعتصم على الرمل، تاني نهار بدي انزل على المي، تالت نهار بدي اسبح، يمكن السمك اولى بلحمه. وزير التربيه الياس ابو صعب حضر متضامنا، وجهت الرسائل، خفتت الحناجر، وابقت هيئه التنسيق اجتماعاتها مفتوحه حتى اشعار اخر. جلسة الجمعة للجان النيابية المشتركة مفصلية بالنسبة لهيئة التنسيق، فهي تعلق عليها أملا لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإن لم تقر فالتصعيد آت وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية وإلى تعطيل الإدارات العامة. من ساحة رياض الصلح، منير الربيع، تلفزيون المستقبل. رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعلن في الجلسة التشريعية التي واصلت اليوم إقرار مشاريع واقتراحات لقوانين أنه في حال أقرت سلسلة الرتب والرواتب في اللجان النيابية المشتركة
بعد غد الجمعة فإنه سيدعو لعقد جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. وكانت الجلسة التي رفعت منذ بعض الوقت أقرت قانون المياومين معدلا وقانونا بجعل إجازة الأمومة 10 أسابيع. وللمزيد عن تفاصيل الجلسة تنضم إلينا من ساحة النجمة مراسلتنا جوانا نصر الدين. جوانا، ما كانت حصيلة الجلسة التشريعية اليوم والأجواء المرافقة لها؟ نعم روزي، في البداية أود أن أشير إلى أن الجلسة التشريعية ستعقد بمختلف الأحوال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفي حال أنجزت اللجان النيابية المشتركة مشروع سلسلة الرتب والرواتب فإن الرئيس نبيه بري قال أنه مستعد لأن يدرجها على جدول الأعمال. أبرز إنجاز تشريعي أنجز اليوم هو ملف المياومين، حيث طوي هذا الملف بإقرار المشروع. التعديلات الأساسية في هذا المشروع هي أن تكون المباراة محصورة بجوبات الإكراء وعمال غب الطلب في بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق ويجريها مجلس الخدمة المدنية. التعديل الآخر هو موضوع التعويضات، وهو مقسوم إلى شقين. الشق الأول يتعلق بمن هم ما دون 54 من العمر، بحيث يتقاضون تعويضات يعني كل سنة عن 3 سنوات، ومن لا يحق لهم إجراء المباراة وهم بين عمري 56 عفوا و64 يتقاضون شهرين عن كل سنة. هذه هي التعديلات الأساسية. بالنسبة للقوانين الأخرى، فالأبرز كان اليوم تمديد إجازة الأمومة من 7 أسابيع إلى 10 أسابيع. أما القانون الآخر أو اقتراح القانون الذي أقر المهم فهو تثبيت كتاب العدل أيضا مع بعض التعديلات التي أدخلت، وأن تكون المباراة محصورة بمن مارسوا مهنة كتاب عدل. تم إقرار مشاريع أخرى هي يعني أقل أهمية من المشاريع تحدثنا عنها، وأبرزها تنظيم مهنة الطب وإنشاء نقابتين للأطباء. بالنسبة للمشاريع التي تم إحالتها إلى الأسبوع المقبل، أبرزها موضوع تنظيم الدفاع المدني. طلب وزير الداخلية أن هذا المشنوق استمهال لكي يتم درس جميع النقاط. منح الرئيس بري مهلة أسبوع. كذلك بالنسبة لموضوع آخر يتعلق بتعويضات بعض الموظفين، أيضا طلب الاستمهال مدة أسبوع على أن يتم بحث هذه المشاريع الأخرى في جلستي الأسبوع المقبل. كل المشاريع المعجلة المكررة تم إرجاؤها إلى جلسة الغد التي تبدأ عند 10:30 صباحا. على كل ملف المياومين لقي صداه إن كان عند المياومين أو عند النواب الذين رحبوا بإقرار هذا المشروع، وعلى رأسهم النواب إبراهيم كنعان، علي بزي وعلي عمار. نستمع إلى أبرز ما قالوا بعد إقرار هذا القانون. بموضوع المناطق يلي ذكروا زميلي الاستاذ علي بزي، ما في اصلا كان تمييز بالمناطق، يعني كانت كل المناطق مشموله، ولكن لان شفنا انه في قلق وفي يمكن هواجس، لانه في حاله عدم ثقه مع الدوله ومع مؤسساتها، وهذا امر صار معروف، ذكرناها امبارح بالمحضر، واليوم صار في اقتراح بانه تضاف بالنص على ان تشمل الجميع. كان في كلام عن التعويض كمان يلي هن مش قادرين يشاركوا بسبب العمر، بينعطوا أكثر لأنه ما رح يكون عندهم إمكانية لا يتوظفوا ولا يتثبتوا، وبالتالي هذا الموضوع صار في تعديل لهالتعويض ليصبح 2 شهر. كل الكتل البرلمانية كانت متفهمة لهذه الاقتراحات المحقة والعادلة. نحن انطلاقا من مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف والاستقرار التشريعي نحاول أن نضيف نوع من الإسهامات والبصمات لهذه الشرائح في مجتمعنا، والتي هي بأمس الحاجة لرفع المظلومية عنها. بعض لم يكن يتفهم أن هذا الاقتراح القانون لم يكن قانون كنعان بقدر ما هو كان قانون وقعنا عليه ثلاثتنا نتيجة رؤية ما أو توافق ما. قال رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في حفل إطلاق مشروع اللامركزية الإدارية في قصر بعبدة إنه يؤيد اختيار رئيس قوي للجمهورية، توافقي إذا أمكن، ومكتمل الولاء للبنان. طالب الرئيس ميشيل سليمان برئيس قوي للجمهورية وليس ضعيفا يتابع مناقشة الاستراتيجية الدفاعية ومقررات الحوار. كلام سليمان جاء خلال حفل إطلاق مشروع اللامركزية الإدارية في القصر الجمهوري. المهم أن نتابع مناقشة الاستراتيجية كما سمعنا مع الرئيس الجديد، وأنا أصر على الرئيس الجديد.
رئيس قوي وليس رئيسا ضعيفا، ولكن رئيس لبناني عربي توافقي إذا أمكن أو منتمي إلى خط سياسي لبناني، خط سياسي لبناني مكتمل الولاء للبنان. لا يمكن المباشرة ببناء الدولة بدون مقاربة الاستراتيجية الدفاعية لتحصين لبنان ولحماية الجميع بمن فيهم المقاومة. بدوره شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على مركزية قرار السلاح كشرط أساسي لبناء الدولة. فالأمن والأمان وصون السلم الأهلي وحماية وحدة المجتمع والكيان لا تستقيم إلا بمركزية قرار السلاح سلما وحربا في الأطر الدستورية الخاضعة للمحاسبة، فلن تقوم الدولة إلا على معادلة الدولة أولا والدولة ثانيا والدولة ثالثا. الوزير السابق زياد بارود قدم خلاصة لعمل اللجنة الخاصة على المشروع والمؤلف من 147 مادة، وقد اعتمدت القضاء كوحدة لا مركزية ذات صلاحيات، وأشار في مداخلته إلى أن ما تقدم عبارة عن مقاربة موضوعية وبرسم الطرح والمناقشة، ولن يتحول إلى مشروع إلا بعد مناقشته وإقراره في مجلس الوزراء. أكد المطارنة الموارنة تطلعهم لنجاح عمل الحكومة والانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية يكون قادرا وفاعلا. المطارنة وبعد اجتماعهم الدوري برئاسة البطريرك الماروني مربشرة بطرس الراعي أعربوا عن أملهم بتعميم الخطة الأمنية في طرابلس على سائر المناطق اللبنانية ووقف ظاهرة الخطف ووضع حد للفوضى. يبدي الآباء ارتياحهم لبدء تنفيذ الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة في مدينة طرابلس، ويتمنون أن تعمم على المناطق الساخنة الأخرى، وفيما يطالبون السياسيين بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية من أجل إنجاح هذه الخطة لخير المدينة وسائر المناطق، يؤكدون لجميع المتقاتلين أن تحولهم أداةً لنقل الصراعات الخارجية إلى الداخل يشكل سبباً للنيل من تاريخ طويل من العيش المشترك الأخوي. يناشد الآباء القوى السياسية وفي مقدمها نواب الأمة الإسراع في القيام بهذا الواجب الوطني ضمن المهلة الدستورية واختيار رئيس للبلاد قادر وفاعل يكون بفضل شخصيته ومعرفته وخبرته وتجرده على مستوى التحديات الداخلية والإقليمية والدولية لكي ينهض بلبنان ويبني وحدته ويحمي سيادته ومؤسساته. رحبت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار بتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، ورأت من جهة أخرى أن حملة حزب الله على رئيس الجمهورية لا تطال مقام الرئاسة فحسب، إنما تهدف إلى فرض دفتر شروط على الرئيس المقبل. توقفت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار أمام تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، معتبرة أنه قرار سياسي جريء يصب في إطار تنفيذ القانون أولا واستجابة لنداءات أهالي طرابلس ثانيا. تؤكد الأمانة العامة لقوى 14 أذار أن العدل هو أساس الملك، والمطلوب توقيف كل المطلوبين والمرتكبين من أي جهة كانوا، وخاصة أولئك الذين دبروا ونفذوا تفجيري مسجدي التقوى والسلام في شهر آب من العام الماضي. وشجبت الأمانة الحملة التي يشنها حزب الله بوجه رئيس الجمهورية، واعتبرت أن هذه الحملة الجائرة لا تطال الرئيس فحسب، وإنما تطال مقام رئاسة الجمهورية، وأن الحزب يهدف من خلالها لفرض دفتر شروط على الرئيس المقبل. إن تطاول حزب الله على الدولة ورموزها لا يجوز أن يستمر، ونعاهد اللبنانيين السعي لانتخاب رئيس يغلب مصلحة الدولة والقانون على كل اعتبار آخر. الأمانة رأت أن الجلسة التشريعية لمجلس النواب يجب أن تستكمل بانتخاب رئيس للبلاد ضمن المهل الدستورية ومنعا للفراغ.
ينعقد مجلس الوزراء عصر اليوم، ومن أبرز المواضيع المطروحة التعيينات الإدارية بعدما تم الاتفاق على اختيار أسماء لملء المراكز الشاغرة في الوزارات والإدارات الرسمية لمختلف الطوائف. وبذلك سيتم تعيين اللواء إبراهيم بصبوص مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بالأصالة، والقاضي سمير حمود نائبا عاما تمييزيا بالأصالة، بعدما أرجئ البت بملفهما في الجلسة الماضية لحين إصدار التعيينات دفعة واحدة. ومن المنتظر أيضا أن يشكل مرسوم خريطة البلوكات النفطية ودفتر شروط التنقيب عن النفط مادة خلافية في جلسة اليوم في ظل إصرار وزراء التيار الوطني الحر على إقرارهما. أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة أموس هوكستين أنه يسعى إلى إيجاد حل بين لبنان وإسرائيل بشأن موضوع النفط في المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين. وفي حديث خاص لبرنامج انترفيوز يعرض الليلة، قال أموس إنه مع وجود حكومة جديدة في لبنان يمكن إحراز تقدم في موضوع النفط. عرضت علي العديد من الأسئلة والأفكار خلال زيارتي السابقة إلى لبنان في شهر تشرين الثاني الماضي، وأنا هنا اليوم من أجل متابعة الموضوع وإعطاء الأجوبة. الوقت جيد للبنان ويجب الاستفادة منه، خصوصا مع وجود حكومة جديدة، بحيث يجب إحراز تقدم في موضوع النفط. يجب أن يكون هناك تصور وأفكار مشتركة بين كافة الأطراف في لبنان كي يكون هناك موقف موحد، وآمل أن أحصل على جواب إسرائيلي موحد كي نحرز تقدما في حل المشكلة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. يجب التطلع إلى حل المشكلة بين الجانبين وفق رؤية شاملة وأوسع، لأن ترسيم الحدود البحرية مختلف تماما عن ترسيم الحدود البرية. لمناسبة تسلمها 136 آلية من نوع همفي كهبة مقدمة من السلطات الأمريكية، أقامت قيادة الجيش مديرية التوجيه احتفالا في قيادة اللواء اللوجستيك فرشيما بحضور السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل وعددا من كبار ضباط القيادة. وتأتي هذه الدفعة الجديدة من الآليات العسكرية ضمن إطار برنامج المساعدات المقررة من الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني والالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. بعد الفاصل تتابعون. الجربة يزور ريف اللاذقية على وقع احتدام المعارك فيها. أهلا بكم من جديد. تدهور الوضع الأمني في القاهرة حيث دوت ثلاثة انفجارات متتالية في ميدان النهضة أمام كلية الهندسة في جامعة القاهرة. وفي التفاصيل أن انفجارين هزا محيط الجامعة صباحا، قتل خلالهما رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وجرح أربعة من رجال الشرطة. وأعلن التلفزيون المصري أن الانفجارين اللذين نجما عن عبوتين بدائيتي الصنع استهدفا قوات الأمن المركزية في محيط الجامعة. وبعد ساعات عدة دوى انفجار ثالث في موقع الهجومين السابقين. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مراسل تلفزيون مستقبل شريف فؤاد. شريف، كيف يبدو المشهد في الشارع المصري بعد تدهور الوضع الأمني والانفجارات التي هزت العاصمة المصرية اليوم؟ روزي، هناك حالة غضب عارم الحقيقة تمتاز الشارع المصري على مختلف أطيافه، ويتأكد كل يوم للرأي العام المصري أن جماعة الإخوان الإرهابية تقف وراء هذه الأحداث، سواء عن طريق عناصرها التي تقوم بتنفيذ مثل هذه التفجيرات البدائية خاصة في محيط الجامعات ومحاولة إشعال المواقف فيها، أو من خلال تحالفها مع جماعات تابعة للقاعدة كأنصار الشريعة وجماعة أنصار بيت المقدس. هناك إغلاق تام لمحيط جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة، ما أحدث شللا مروريا مروعا في القاهرة، وأنباء عن وصول وزير الداخلية لتفقد المكان، إضافة إلى أن هناك العديد من الأليات الفنية التي تبحث وتمشط المناطق المحيطة بالجامعة وداخلها أيضا ربما تكون هناك بعض العبوات. هذه العبوات وضعت في أشجار روزي قريبة من أماكن لتمركز قوات الشرطة والمباحث الجنائية، وعلى ما يبدو أنها يعني ضبطت بجهاز توقيت أو تم تفجيرها عن بعد، ما أدى إلى أن تحدث الإصابة الأولى أو التفجير الأول، يعني إصابة عدد كبير من كبار قيادات قوات الأمن التي كانت متمركزة في هذا المكان، إضافة إلى مقتل
العميد طارق المرجاوي، وهو كان من الضباط المشهود لهم بالكفاءة وحسن الخلق في مباحث الجيزة. الآن هناك عملية إغلاق للمكان، النيابة انتقلت وطلبت الحقيقة من الأمن الوطني سرعة التحريات وسرعة إلقاء القبض على الجناة. جامعة القاهرة من جهتها أغلقت أبوابها المطلة على ميدان النهضة وعلى كلية الهندسة حتى لا تعرض الطلاب لأي مخاطر تتعلق بوجود متفجرات أو عبوات ناسفة أخرى ربما تكون قريبة من المكان. والبعض يرى أن هذا التصعيد هو ربما للتأكيد على إشاعة حال الفوضى ومخاطبة الخارج ووضع العقبات أمام الانتخابات الرئاسية وأمام الرئيس المقبل بشكل عام. روسي. نعم شريف فؤاد مراسل تلفزيون المستقبل في القاهرة، شكرا جزيلا لك. في سوريا تستمر المعارك الضارية بين الجيش الحر وقوات النظام في ريف اللاذقية لليوم 12 على التوالي. وفي ظل الحديث عن استقدام النظام تعزيزات عسكرية إلى الساحل، تكثف القصف الجوي والبري خصوصا على حلب وريف دمشق. الساحل السوري مشتعل لليوم 12 على التوالي، والمعارك تعنف حدتها بين الجيش الحر وقوات النظام بعدما اتسعت رقعتها إلى محيط قرية البدروسية المجاورة لقرية السمرة ومدينة كسب. وفي ظل الحديث عن استقدام النظام تعزيزات عسكرية من حمص، شن الطيران الأسدي غارات مكثفة على قرى في جبل التركمان في محاولات مستميتة لاستعادة السيطرة على تلة 45 الاستراتيجية. مروحيات النظام قصفت بالبراميل المتفجرة أحياء حلب المحررة أبرزها الصخور ومساكن هنانو والمدينة الصناعية، فيما تتعرض بلدات في إدلب وأحياء في دمشق خصوصا حي جوبر لقصف من الطيران الحربي بالتزامن مع معارك عنيفة في محيطه، كما تصدى الثوار لمحاولات كتائب الأسد اقتحامه. وفي جبهة القلمون بريف دمشق تدور مواجهات طاحنة في رأس العين وأخرى في بساتين مدينة دوما وعلى أطراف بلدة المليحة التي تتعرض لقصف من الطيران والمدفعية. كذلك تلقي كتائب الأسد البراميل المتفجرة على بلدة بيجين وتقصف براجمات الصواريخ والمدفعية مدن وبلدات عدرا ودريا وعربين وزبدين ومعظم بلدات الغوطة الشرقية. وفي مدينة مورك بحماس تهدف الجيش الحر أرتال ومراكز للنظام، فيما ترد كتائب الأسد بقصف بلدات في ريف حماس الشمالي وأخرى في حمص وريفها. زار رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة مناطق عدة في ريف اللاذقية التي تشهد معارك ضارية وقصفا جويا مكثفا منذ أكثر من 10 أيام. وأعرب الجربة عن وقوفه إلى جانب التركمان عقب التهديدات التي تلقوها من النظام السوري. على وقع المعارك الضارية التي يشهدها ريف اللاذقية بين قوات النظام وفصائل المعارضة، زار رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة مناطق تخضع لسيطرة الثوار في محافظة اللاذقية أبرزها جبل التركمان وجبل الأكراد. وخلال زيارته التقى الجربة عددا من الثوار في الغرفة العسكرية الموحدة ووقف هناك على الأوضاع العسكرية، مؤكدا أنه لمس معنويات عالية لديهم. ممكن يكون علينا ضغط في سبيل إيقاف هذه المعركة يكون واهم ومخطئ. نحن لو نقدم دمنا يكون قليل في سبيل إعلاء شأن الثورة السورية، وتعرفون منطقة الساحل هي من أخطر المناطق وخط أحمر حقيقي بالنسبة للنظام. أنتم تجاوزتوا هذا الخط الأحمر ودستوا عليه بنعالكم وراسكم مرفوع ورفعت رؤوسنا، وإن شاء الله تكفون بهذه المعركة ونحن معكم. كما شدد الجربة على ضرورة أن يكون هناك دعم حقيقي للجبهة، لافتا إلى أن الائتلاف قدم دعما للجبهة. وتأتي هذه الزيارة لتدحض إشاعات تلفزيون نظام السوري الذي زعم أن كتائب الأسد استعادت السيطرة على المرصد 45 وهي تلة استراتيجية في ريف اللاذقية، الأمر الذي نفاه ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
استعادت قوات الأمن اليمنية السيطرة على مبنى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بمدينة عدن جنوب اليمن بعد اشتباكات ضارية مع مسلحين هاجموا المقر. وكان المهاجمون استهدفوا المبنى بسيارة مفخخة في محاولة لاقتحامه. أعقب ذلك تبادل كثيف لإطلاق النار بين الحراس والمسلحين استمر ساعات عدة. وأفيد بأن الهجوم أسفر عن مقتل 6 جنود ومسلحين 2. رفضت إيران اتهامات وجهها الرئيس اليمني عبدالرب منصور هادي إلى طهران بدعم الانفصاليين الجنوبيين والحوثيين في شمال البلاد. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم إن اتهامات إيران لا أساس لها من الصحة. وطلبت المتحدثة من الحكومة اليمنية التحرك بجدية لتوقيف معاقبة المسؤولين عن قتل الدبلوماسي الإيراني علي أصغر أسدي في كانون الثاني الماضي بصنعاء والإفراج عن دبلوماسي إيراني آخر كان خطف في تموز الفائت على يد مجموعة من تنظيم القاعدة. بعد الفاصل في النشرة: زلزال يضرب شمال تشيلي وتحذيرات من التسونامي. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. ترحيب باستكمال تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس والقوة الضاربة في شعبة المعلومات تواصل انتشارها في جبل محسن. إضراب عام تلبية لتوصية هيئة التنسيق النقابية والجلسة التشريعية تقر قانون المياومين معدلا ما يعكس ارتياحه. 3 انفجارات في محيط جامعة القاهرة ومقتل رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في واحد منها. وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم في مستهل جولة عربية تقوده لاحقا إلى الجزائر وتونس. ومن المتوقع أن تتناول محادثات أمير قطر مع رئيس السوداني عمر البشير عددا من الملفات بينها السلام في دارفور حيث ترعى الدوحة منذ سنوات محادثات بين الحركات المتمردة في الإقليم والحكومة السودانية. كما وينظر إلى هذه الزيارة على أنها بمثابة دعم سياسي واقتصادي للسودان. بث التلفزيون الحكومي الليبي ما وصفها باعترافات للساعد القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي تحدث فيها عن تنسيق بينه وبين إبراهيم الجدران الذي يقود حركة انفصالية في مناطق شرق البلاد تسيطر منذ أشهر على موانئ النفط فيها. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن الساعد القذافي قوله إن الجدران ومجموعته يتعاملون مع رجال نظام القذافي السابق في ليبيا وخارجها وأجهزة استخبارات بعض الدول من أجل تقسيم البلاد وبيع النفط بأسعار زهيدة للحصول على أموال لشراء السلاح. من جانبها نفت صفحات مؤيدة للجدران عبر الإنترنت صحة تلك الاتهامات مشيرة إلى أن الجدران أعلن عن موافقته ليلة الثلاثاء على فتح حوار ليبي لحل أزمة الموانئ النفطية. قتل 5 أشخاص عندما ضرب زلزال الساحل الشمالي لتشيلي، الأمر الذي دفع السلطات إلى إجلاء نحو 100,000 شخص تخوفا من موجات مد عاتية التسونامي. حال الكارثة الطبيعية أعلنتها الرئيسة التشيلية ميشيل باشلي في مناطق شمالية عند الحدود مع البيرو هي الأكثر تضررا من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بقوة 8.2. هذه الكارثة الطبيعية التي تلتها سلسلة هزات ارتدادية أدت إلى سقوط عدد من القتلى ومساحات شاسعة من الدمار وتعليق بعض الرحلات الجوية وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي. كما تسبب الزلزال بأمواج تخطى ارتفاعها 2 متر قبالة الساحل الشمالي لتشيلي وسط تحذيرات من حصول موجات مد عاتية تسونامي في تشيلي والبيرو وهندوراس والإكوادور، علما أن سواحل كولومبيا وبنما وكوستاريكا ونيكاراغوا معرضة أيضا للخطر. السلطات التشيلية سارعت إلى مطالبة السكان بإخلاء المناطق الساحلية، فيما روى شهود أن لحظة حصول الزلزال انفجرت كل مصابيح الإنارة في الشوارع التي هرع إليها المواطنون مذعورين. في ظل تشديد الغرب لضغوطه على موسكو وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يلغي بموجبه المعاهدة الروسية الأوكرانية الخاصة بمرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.
يستكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات ما بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى بلاده، بحيث وقع قانونا يلغي المعاهدة الروسية الأوكرانية الخاصة بمرابطة أسطول البحر الأسود الروسي في القرم، فيما ألغت شركة غاز بروم الروسية التخفيضات على سعر الغاز المصدر إلى أوكرانيا. في المقابل تضغط الولايات المتحدة إلى جانب الناتو والاتحاد الأوروبي على موسكو رفضا لضم القرم، فقد تبنى الكونغرس الأمريكي قرارا يؤيده الرئيس باراك أوباما يسمح بفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية على علاقة بالأزمة الأوكرانية، ويقدم في المقابل مساعدات مالية لحكومة كييف. يأتي ذلك فيما تدرس الولايات المتحدة إرسال سفينة حربية للبحر الأسود وتعزيز المناورات المكررة مع حلف شمال الأطلسي ردا على أزمة أوكرانيا. على خط متصل، أعلن الناتو عزمه وقف كل أشكال التعاون المدني والعسكري مع روسيا باستثناء الحوار السياسي، مقابل زيادة تعاونه مع أوكرانيا ومساعدتها على تعزيز قدرتها على حماية أمنها. وفيما يتجه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية، حض وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الدول الأعضاء في الحلف على إظهار حزم في تعاطيهم مع روسيا من دون تقديم ذريعة لها للتصعيد مجدداً. وصلت غواصه بريطانيه الى المحيط الهندي للمساعده في عمليات البحث عن الطائره الماليزيه المفقوده منذ 4 أسابيع، واوضحت البحريه الملكيه البريطانيه ان الغواصه يمكن ان تسهم في جهود تحديد مكان الطائره بفضل ما تتمتع به من قدرات بحث متقدم تحت المياه، فيما يتوقع وصول سفينه بريطانيه للمشاركه في اعمال البحث. هذا ويصل رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق إلى السواحل الأسترالية على أن يلتقي نظيره الأسترالي توني أبوت ومنسق أعمال البحث القائد السابق للقوات الأسترالية أنغس هيوستن. في النشرة بعد الفاصل، 300 شركة من 14 بلدا تعرض صناعاتها ومعداتها الغذائية في منطقة أوريكا للضيافة. ونبقى الآن مع الصفحة الاقتصادية والزميل باسل الخطيب. مرحبا باسل. أهلا روزي. تفضل. شكرا. أهلا بكم. رعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي حفل عشاء المنتدى السنوي لإدارة المخاطر المنظم من قبل اتحاد المصارف العربية ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك في فندق فينيسيا وسط حضور مصرفي واقتصادي واسع. وخلال العشاء تم تكريم سلامي من قبل اتحاد المصارف العربية ولجنة الرقابة على المصارف، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية دكتور جوزيف طرابي عرض لمسيرة سلامي ووصفه بالظاهرة منذ استلامه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من 20 سنة، وأنه صاحب الهندسات المالية المبتكرة التي حمت لبنان من السقوط النقدي وسط الأزمات التي هزت العالم. وأشار طرابي إلى أن سلامي حافظ على ثروة لبنان وثقة العالم به وبقطاعه المصرفي التي أوصلت الودائع إلى ما يزيد عن 3 أضعاف الناتج المحلي. وقال طرابي إن القطاع المصرفي لم يعرف استقرارا تاما بعيدا عن الاهتزازات إلا بعد تسلم سلامي الحاكمية. مصرف لبنان اليوم مؤسسة وطنية كبرى تمارس الدور الذي رسم لها بمسؤولية، وتشكل منارة للبنان ومرساة لاستقراره المالي وتاليا الأمني والسياسي والاجتماعي، بفضل حاكم مصرف لبنان الذي فرض نفسه كرقم صعب في معادلة هي الأخرى أشد صعوبة، تستحق بجدارة التكريم المتكرر. فهنيئا لمصرف لبنان بعيده 50، وشكرا لحاكمه لقيادته الناجحة لهذه المؤسسة. شارك أكثر من 300 عارض من 14 دولة في مجال الضيافة والمطاعم والصناعات الغذائية في معرض هوريكا 2014 الذي يحتفي هذه السنة بنسخته 21. المعرض الذي افتتح أمس في البيال في بيروت برعاية وحضور وزير السياحة ميشيل فرعون يستمر حتى يوم الجمعة، ويعرض المشاركون منتجاتهم من مطاعم وأطعمة وصناعات غذائية ومشروبات، إضافة إلى أجنحة مخصصة لمصانع آلات الصناعات الغذائية وموادها الأولية ومشاركة فنادق ومطاعم.
ويستقطب المعرض أكثر من 2000 علامة مسجلة من لبنان، أستراليا، فرنسا، هولندا، إيران، إيطاليا، الأردن وبولندا وغيرها من الدول والولايات المتحدة الأمريكية. تحسن سوليدار آ أقل من نصف نقطة إلى $12.91، بينما تراجع سوليدار بي نصف نقطة إلى $12.50. عودة تفضيل فئة جي تراجع نصف نقطة إلى $99، بينما لم يجري تداول على باقي الأسهم. وماليا سجل اليورو دولار 37.88 منذ قليل، وقد ارتفعت أسعار الذهب بعد خسائر على مدى يومين، ولكن يظل قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع بعد بيانات قوية عن القطاع الصناعي في الولايات المتحدة عززت التفاؤل تجاه النمو الاقتصادي وأضعفت إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن. وشهد الطلب الحاضر من الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم ارتفاعا طفيفا، وجرى تداوله محليا بعلاوة على الأسعار الفورية في لندن لأول مرة منذ مطلع آذار. ويعتقد البعض في السوق أن أسعار الذهب ستنخفض نتيجة ارتفاع الأسهم، إلا أن آخرين يقولون أن الطلب الحاضر والتوترات الجيوسياسية في أوكرانيا ستدعم الأسعار، هذا وبلغت الأونصة منذ قليل $1,284. قالت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية إن رفع تصنيف السعودية الائتماني مرتبط بعدد من الإجراءات ونتائج أبرزها تحقيق زيادة في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ونوهت الوكالة بجهود السعودية في تعزيز وتنويع اقتصادها، الأمر الذي من شأنه تمكين الاقتصاد السعودي من الحصول على تصنيف ائتماني أعلى. جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقدته S&P في الرياض، حيث توقعت أن يحقق الاقتصاد السعودي نسبة نمو تصل إلى 4.6% العام الحالي و 4.3% في العام 2016. وثبتت وكالة ستاندرد أند بورز العام الماضي التصنيف الائتماني للسعودية عند AA-، إلا أنها رفعت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وكانت مؤسسة التصنيف العالمية فيتش رفعت مؤخرا التصنيف الائتماني للسعودية من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. تدرس شركة جنرال موتورز استبدال مفاتيح التشغيل العادية في سياراتها بأزرار تعمل من خلال اللمس، وقالت الرئيس التنفيذي للشركة ماري بارا أثناء جلسة استماع في الكونغرس بشأن استدعاء جنرال موتورز لـ 1,600,000 سيارة بسبب خلل في مفاتيح التشغيل. قالت إن الشركة ليس لديها علم بمشاكل في سياراتها خارج تلك التي تأثرت بمفاتيح التشغيل التي تحوي خطأ في التصنيع، مشيرة إلى أن السيارات التي جرى استدعاؤها تم إصلاحها وأصبحت آمنة. من ناحية أخرى قالت جنرال موتورز إن مبيعاتها في الولايات المتحدة زادت بنسبة 5.7% في آذار مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2013. هذا كل شيء في الاقتصاد، إلى اللقاء. بعد الفصل في الرياضة، تعادل برشلونة وبايرن ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. والآن نبقى مع زميل صبحي قبلاوي والصفحة الرياضية. مرحبا صبحي. مرحبا. Thank you روزي. مساء الخير. حقق النجم اللبناني أفضل الممكن بتعادله مع فنجة العماني 0-0 بالمباراة اللي أقيمت مبارح على استاد السيب ضمن المجموعة الثانية للجولة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي للفوتبول، وحافظ النجم على أماله بالتأهل للدور الثاني بعد ما أحكم قبضته على المركز الثاني وتساوى مع فنجة ب5 نقاط، لكنه تقدم على الفريق العماني بسبب فوزه بمباراتين الذهاب والإياب. وبالفوتبول وضمن التشامبيونز ليج، اوقف مانشستر يونايتد سيطرة نادي بايرن ميونخ وحرمه من متابعة انتصاراته على ملعب الأولد ترافورد بمباراة انتهت بالتعادل 1-1، وتأجل الحسم بين بايرن ميونخ واليونايتد لمباراة الإياب بعد ما حقق الفريق الإنجليزي هدفه وقاد البايرن للتعادل الإيجابي، وحقق الفريق الإنجليزي المفاجأة بما أنه عم يقطع بظروف صعبة جدا. كذلك انتهت المباراة الثانية من ربع النهائي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بالنتيجة ذاتها وبالتعادل 1-1، ويمكن اختصار الشوط الأول من هالمباراة بالمعاناة، فقد شهد هذا الشوط معاناة كبيرة لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى كل من البرشلونة والأتلتيكو، ومعاناة اللاعبين كانت كبيرة كمان، حيث أصيب جيرارد بيكي بالدقيقة 12 فاستبدل باللاعب بارتارا، فيما أصيب أتلتيكو بخيبة كبيرة على أثر عدم قدرة دييغو كوستا على إكمال المباراة رغم محاولاته التحامل على الألام فاستبدل باللاعب دييغو.
والليلة بتتابع مباريات دور ربع النهائي من التشامبيونز ليج، وعلى أرضه بيستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي فريق تشيلسي الإنجليزي، ومن المتوقع أنه تكون المباراة قوية لأنه الفريق الفرنسي هالموسم هو واحد من الأفضل بأوروبا. باريس سان جيرمان تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة والاعتماد على زلاتان إبراهيموفيتش صاحب 10 أهداف لهلا. فاز الفريق الفرنسي بدور ال 16 على ليفركوزن الألماني 4-0 و2-1، سجل 22 هدف ودخل مرمي 6 أهداف. حاليا الأول بفرنسا مع 76 نقطة وبفارق 13 نقطة عن موناكو قبل 7 مراحل على النهائي. باريس سان جيرمان رح يواجه فريق تشيلسي تاني الدوري الانجليزي واللي سقط قدام كريستال بالاس بالمباراة الاخيرة. تشيلسي احتل صدارة المجموعة الخامسة بالدور الاول برصيد 12 نقطة وتغلب بالدور الثاني على جالاتا سراي التركي 2-0 من بعد ما تعادل معه ذهابا 1-1. تشيلسي بايدة مورينيو سجل لهلا 15 هدف ودخل مرمي 4 اهداف. بالمباراة الثانية بتواجه ريال مدريد الإسباني ودورتموند الألماني بإعادة لسيناريو العام الماضي، ولكن بظروف مختلفة ومع تراجع ملحوظ لمستوى فريق دورتموند. ريال مدريد رح يواجه فريق بروسيا دورتموند. ريال تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل، وفاز بسهولة بدور الثاني على الشالكة الألماني 6-1 و3-1 على التوالي. الاعتماد رح يكون بشكل خاص على كريستيانو رونالدو صاحب 13 هدف لهلأ ومتصدر الهدفين. ريال سجل 29 هدف ودخل مرمي 7 أهداف علما أنه عم بحارب على 3 جبهات حاليا. دورتموند تصدر المجموعة السادسة بالدور الأول مع 12 نقطة وفاز بالدور الثاني وبصعوبة على زينت سان بيترسبورغ الروسي 4-2 وخسر الإياب على ملعبه 1-2. سجل 16 هدف بينتهم 6 أهداف لليفاندوفسكي ودخل مرمي 10 أهداف. بيحتل المركز الثاني بالدوري الألماني وبفارق نقطة بس عن فريق شالكي، وإذا الأمور مشيت بشكل طبيعي ما لازم يلاقي ريال مدريد أي صعوبة ليتأهل لدور نصف النهائي. هم نوصل لختام رياضة لبعد الظهر، بنلتقي فيكم إذا الله راد على 7:30 من هون لوقتها. إلى اللقاء. ونذكر في ختام النشرة بعناوينها: ترحيب باستكمال تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، والقوة الضاربة في شعبة المعلومات تواصل انتشارها في جبل محسن. إضراب عام تلبية لتوصية هيئة التنسيق النقابية، والجلسة التشريعية تقر قانون المياومين معدلا ما يعكس ارتياحهم. 3 انفجارات في محيط جامعة القاهرة ومقتل رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة في واحد منها. في الاقتصاد، تكريم سلام في العيد 50 لمصرف لبنان وسط مشاركة نوابه المجدد والممدد لهم ورؤساء المصارف. وفي الرياضة، النجم يحتفظ بالمركز الثاني ضمن كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. جيش لا توضع أمامه خطوط الحمر.